اول حاجه طبعا يعني انا احب اقول لكم ان شاء الله كان عام سعيد علينا جميعا باذن الله، ربنا يكتب لكم الخير والتوفيق باذن المولى عز وجل ان شاء الله، وان شاء الله نفرح بيكم كده يعني احسن في احسن حال باذن المولى عز وجل. السنه دي اعتقد الامتحانات يا رب تبقى ربنا يكتبها لكم تبقى جميله وحلوه زيكم كده ان شاء الله، وربنا يكتب لكم كل خير باذن المولى عز وجل سبحانه وتعالى. أرجو إن ما أكونش أثقلت عليكم في الفترة اللي فاتت. إن شاء الله الموضوع بسيط والمنهج بسيط، ويا رب تكونوا حبيتوا جزئية الجلدية بشكل أو بآخر. النهاردة دي آخر محاضرة ما بيننا وما بين بعض، وفي آخر المحاضرة هحكي لكم كام قصة كده ظريفة، وإن شاء الله هستفيد منها بإذن الله. النهاردة يا أولاد هيكون كلامنا على الإبيديميولوجي أوف ألوبيشيا إرياتا. إيه معنى كلمة ألوبيشيا إرياتا؟ ألوبيشيا إرياتا معناها وبكل بساطة ثعلبة. الثعلبة دي حاجة بتيجي عادي جدا 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 وليها أسباب كتيرة جدا، وياما ما شفناها، وزي ما شفناها في الولايات، شفناها في البنات، شفناها في أهالينا، شفناها في غرب الناس، دي بتأكونت لأولموست 2% من الحالات ماشي، ودي حاجة ليها علاقة اميونولوجيكال شوية، زي ما بتيجي في الرجالة زي ما بتيجي في الستات، زي ما بتيجي في الصغيرين بتيجي في الكبار تمام، بس دي حاجة وورلد وايد ما حدش يقدر يحدد لها مشكلة، ما حدش يقول مشكلة فيها خالص، بس ليها أسباب نفسية زي ما ليها أسباب مناعية. طيب مهم جدا ان احنا نعرف ان الشعر بتاعنا بيمر بثلاث مراحل، المرحله الاولى اللي هي الاناجين، المرحله الثانيه اللي هي الكاتاجين، المرحله الثالثه اللي هي التيلوجين. لو انا النهارده حبيت اسال سؤال هقول لكم ايه، ايه هي مراحل الشعر؟ واحد اثنين ثلاثه all the above، يبقى الثلاثه موجودين ماشي. ودايما كلمه الايه الاناجين الاي بتبتدي قبل السي اللي هي الكاتاجين، والسي قبل التي اللي هي التيلوجين ماشي، وال90 دايما بعدين 2% بعدين 10%. الحاجات دي طبعا واضحه جدا وظريفه ولذيذه، مش محتاج منكم اكتر من الاسامي، اناجين كاتاجين تيلوجين. طيب دي الشعرايه بتاعتنا ماشي، لما ناخد مقطع في الجسم في كلمه مهمه جدا، ودي ما فيش سؤال بيخلى يعني ما فيش امتحان بيخلى كسؤال منها ليه، ودي هتبقى عندكم يعني كلمه هول مارك اوف الوبيشيا رياتا ماشي. في حاجه اسمها حاجه مميزه للالوبيشيا رياتا اللي هي الهول مارك بتاعها، ان بيحصل بيري بالبر ليمفوسايت اراوند الاناجين ايه. في باور بوينت شغال يا حبيبي. في بيري بالبر ليمفوسايت اراوند الاناجين، فده معناها ان احنا ايه في حاجه، دي الكلمه اللي بتتسال. ومعظمنا دلوقتي في الاعداد بيبقى عندنا حاجه اسمها ايه ديرموسكوب بنبص عليه عشان نقدر نميز الاناجين من غيرها او الاتيلوجين من غيرها، لان نقدر نميز الالوبيشيا ريات اللي هي الثعلبه بشكل واضح. الكلمه المهمه اللي هي كلمه الهول مارك، ولو جينا نبص في الصوره دي بصوره الديرموسكوب هنلاقي ان احنا عندنا ايه في حتت مسفر بزياده شويه. طيب الباثوفيسيولوجي ليها علاقه بالمناعه، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت على الفيتيلوجو وقلنا ليها علاقه بالمناعه، ده برضو ليها علاقه بالمناعه. محاضره المره دي محاضره المره اللي فاتت الاثنين اسوشيتد وذ لاس اوف اميونيتي، وانا مش هاثقل عليكم بالترجمه بتاعت الحاجات اللي تحت، هي جزء loss of immune privilege بس، هي دي الكلمه اللي انا عاوزها، مش عاوز منكم الهري اللي تحت ده. زي ما اتفقنا it is a localized loss of hair، حته rounded حته oval زي ما تكون، مش دي المشكله عندي خالص، بس هي non scarring. يعني ايه non scarring؟ يعني الشعر هيطلع تاني وهيبقى كويس جدا جدا، مفيش اي مشكله يا اولاد خالص. و it is good لما تبقى حته limited حته صغيره، لكن لو واخده الشعر جسم كله واخد اماكن كتيره يبقى دي حاجه ايه مش ظريفه خالص، وعلاجها دايما بكورتيزون او ما شابه تمام. تعالوا بقى نقول الكلام اللي هو ايه بنقوله بشكل واضح، مين الناس اللي ممكن يجي لهم؟ طبعا سيبكم من الرغي ده كله ملوش اي حاجه، انا مش فارقه معايا في اي حاجه خالص. انا يفرق معايا الحاجات اللي هعلمها لكم. كلمه اكسكلاميشن مارك هي كانت موجوده في السلايد ده، يا ريت نعرفها بشكل واضح. اكسكلاميشن مارك هير ماشي، دي الكلمه اللي انا بحبها، ودي بتبقى حته زي ما قلنا طبعا ان هي حته مدوره راوندد اوفال ايا كان، سنجل اور مالتيبل ايا كان، ممكن تجمع مع بعض وتلزق مع بعض عادي جدا جدا مفيش مشاكل، لكن الكلمه الاساسيه هي كلمه انها كلمه اكسكلاميشن مارك ماشي. فدي الكلمه دي المهمه، ودي الحته اللي بنسال عليها، كان الشعر مقطع في الحته دي. موصلي بتيجي في السكالب ماشي، في فروه الراس، احيانا بنشوفها في الدقن، في البيرد، في الاي براو، في الاي لاش، بتشوفها قليل قوي في البيوبيك هير بس اسمها موجوده برضه اي حته فيها شعر. طيب هنا بقى تعالوا نبص على الحته دي والسلايد ده، واعرفوا ان السلايد ده جاي في الامتحان.
لما اجي اقول الوبيشيا ارياتا يعني ايه؟ ارياتا جاي من اريا، اريا يعني حته سوليتري صغيره كبيره ايا كان، بس اسمها حته في الشعر فقط الشعر منها، سوليتري واحده مالتيبل مش فارقه معايا، اسمها الوبيشيا ارياتا. طيب يونيفرساليس، يونيفرساليس loss of all terminal and scalp hair، يعني جسمه بالكامل ايا كان في حته في جسمه ما فيهوش شعرايه في جسمه، الراجل ده بيبرق او البنت دي بتبرق. يونيفرساليس يعني يونيفرسال مش فارقه مع حته. طيب يعني اليونيفرساليس يا اولاد تيرمينال بودي اند سكالب، بودي وسكالب. طب لو هي السكالب بس وعنده شعر في جسمه يبقى اسمها توتاليس، حته اوف يزز يعني ايه؟ بند لايك باتر هير لوس اوفر ذا بريفري اوف ذا سكالب، يعني مش السكالب كلها، ده البند اللي هو في الاطراف اسمها اوف يزز. تمام؟ طيب يبقى احنا كده قلنا حاجات ماشي، الاربع انواع اللي بنتكلم عليهم. طبعا سيبكم طبعا انها بيحصل لها احيانا سبونتينيوس ريميشن تخف لوحدها، واحيانا ما تكملش، لكن الحاجات فيها حاجات بترجع تاني وبتروح تاني، الكلام ده كله مش فارق معايا في حاجه خالص، زي ما اتفقنا ده المانجمنت تريتمنت مش فارقه معايا حاجه خالص. نيجي بقى نتكلم على الصوره الجميله دي، باتشي الوبيشيا ارياتا. طبعا شايفينها عامله ازاي، الشعر فقد من الحته دي بشكل مش ظريف، والولد ده شكله بويز. التريتمنت زي ما اتفقنا يا اولاد يا دكاتره حلوين، ما فيش اي تريتمنت انا محتاجها منكم اصلا، تمام؟ فكل الكلام ده كله ملوش اي معنى، بس الصوره دي انا عاوز اوريها لكم لما باجي بحقن فيها الحته دي، حته لاند مارك ليكم، يعني لما تيجوا تشتغلوا لازم تكونوا متعلمين الحقن، عشان دي غالبا بتتحقن بسترويدز بتخفيفات معينه، دي اللي بتنفع فيها وفيها جزء. طيب نيجي بقى نتكلم على اكستنسيف الوبيشيا ارياتا. اكستنسيف يعني مسكت الايه؟ الراس كلها، اللي احنا ممكن نقول يا دكتور مش دي اللي انت قلت عليها توتاليس، اقول له برافو عليك، يبقى دي كده ايه؟ كويسه جدا. سيبكم التريتمنت زي ما اتفقنا، بس المنظر كان فارق معانا، اللابوراتوري تيست ايا كان دي حته بتاعتنا احنا، نطلب لكم بقى نطلب حديد، نطلب مش عارف صوره دم، نطلب ثايرويد، نطلب اللي احنا عاوزينه، بس في النهايه يا دكاتره احنا بنتكلم على حاله ما هياش سهله وما هياش صعبه، تمام؟ وفي الاخر بعد ما خلصنا موضوع النهارده بنقول ان التوبيك بتاعنا has a multifactorial causes، مناعه شغال، نفسي شغال، دوشه شغال، منها لنفسها شغال، ففي الاخر العين ده هيخف، مشكلته مش في ان هو يخف، مشكلته ان هو بيستهون بالموضوع، بتبقى حاجه صغيره نص سنتي في نص سنتي ويجي لك 4 سنتي في 3 سنتي، في الحاله اللي زي دي هتشتغل ايه ولا ايه؟ والشعر اللي فقد ده هياخد وقت طويل عشان يرجع تاني، فاحنا لازم ننشور ان البيشنت يبقى ادهرنت للايه؟ للتريتمنت بشكل كبير جدا جدا جدا. لحد كده نعتبر احنا خلصنا محاضره النهارده، وما اعتقدش ان انا طولت عليكم بشكل او باخر، نتمنى تكونوا استفدتوا منها وبشكل كبير. في حد ليه اي سؤال يا دكاتره في محاضره النهارده قبل ما ابتدي اتكلم في الحاجات الثانيه؟ مفيش اسئله؟ تمام. طيب نيجي بقى نقول حاجه مهمه جدا عايزين نتكلم فيها.